ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكون كل حاجه بخير على حسكم كده دايما. انتوا عارفين ان احنا شغلانتنا دي شغلانه غريبه جدا، يعني او انا اظن انه اي حد في الدنيا بيشتغل شغلانه بيحبها بيشعر بهذا الشعور. تتمنى دائما انك تحصل على اجازه طويله شويه، اللي هي اجازه ايه؟ اسبوعين ثلاثه على بعض، اربع اسابيع على بعض، وتبقى قاعد عمال بتزن ونفسي اخد الاجازه وبعدين بعد ثالث او رابع يوم بعد ما يكون جسمك استريح وذهنك بدأ يصفى تلاقي نفسك بقى ايه قاعد عمال بتفرك عاوز تنزل الشغل تاني. وبالذات يمكن اشوف شويه انه ده شغلانتنا من الشغلانات الجذابه في الموضوع ده، لانك وانت قاعد حتى في اجازتك بتقعد تتابع اخبار وامور وتطورات، فبتبقى حاسس ان انت عندك مهمه انت متعطل عن ادائها لانك في الاجازه، فعاوز تنزل الشغل علشان تتناقش في الموضوع ده وتتكلم على الخبر ده وهكذا. يعني على سبيل المثال الحصر، انت متصور لو انا مثلا دلوقتي واخد لي اجازه اسبوع من ضمنهم النهارده السبت، وتطلع حدوته زي بتاعه خلاص يا جماعه السلع التموينيه الزياده اللي هي الحزمه الاستثنائيه بتاعه بطاقات التموين هتتلغي في مارس، انت تتصور ان انا كنت هبقى قاعد في بيتنا مستريح؟ كنت ساعتها اكلم مديريني في القناه وان انا عايز انزل. ليه؟ لما جت الدولة مشكورة بالمناسبة وتعاملت الحزمة الاستثنائية على بطاقات التموين، هو في حد كان لاوي دراع الدولة يعني؟ لا. حد بالمناسبة طلب ده؟ أنا هنا بكلمك بقى على ماضي قريب شديد القرب. حد طلب ده؟ يعني حضرتك فتحت الجورنال لقيت مقالة بتتكلم على أنا عندي مقترح في إن احنا نعمل حزمة استثنائية من السلع التموينية التي تصرف على البطاقة التموينية. محدش قال كده. طيب هل حد زي حالاتي وزملائي اقترحنا اقتراح زي ده أو مشابه؟ لا. قبل ما تقول اصل انتوا مش حاسين بالام الناس، لا اقدر اقول لك ان احنا دايما نقول احنا عاوزين الاسعار تبقى احسن، عايزين مش عارف تشديد يد الرقابه، عايزين نهدى نخلي التجار كده ايه ما يشدوش حيلهم على الناس، محاربه جشع التجار، طول الوقت بنتكلم في ده. وبصراحه نتمنى دائما ان احنا نوصل منه الى نتائج ايجابيه. لكن الدوله هي اللي خدت قرار واحد بانها اخترعت القصه دي انه هنعمل حزمه استثنائيه. اتنين، الدولة ثلاث مرات متعاقبة، خد بالك ده دي كده المرة الرابعة، ثلاث مرات متعاقبة تطلع إشاعة هيتم رفع الحزمة الاستثنائية. في مرة كانت نوفمبر، وفي مرة إنه كان مع بداية العام، وفي مرة لا دي كده الثالث، وفي مرة بتاعت مارس اللي احنا فيها دي، كده دي ثلاث مرة هيتم إلغاء الحزمة الاستثنائية. ليه؟ الدولة كانت واضحة من البداية قالت يا جماعة أسعار الكهرباء هي هي اليوم 30/6/2023، الحزمة الاستثنائية فاعلة لحد يوم 30/6/2023. قالت الكلام ده بدل المرة تلات أربع مرات زي ما كنت بقول لحضرتك. اللي أنا بستغرب له إحنا ليه بنتلقف الشائعة ونتوتر؟ بعضنا، مش بقول كلنا، بعضنا بيبدأ يتوتر. طب وإيش عرفك إن بعضنا بيتوتر يا يوسف؟ لما تبدأ تنتشر الشائعة، لما أبدأ أقرأ هذه الشائعة على فيسبوك، أقرأ هذه الشائعة على تويتر، أقرأ هذه الشائعة على تيك توك، كده يبقى في توتر ما. ليه؟ لأنه صانع الشائعة بالقطع إخوان، وكل بقى الروافد بتاعتهم والهبل ده، لكن متداول الشائعة مش بالضرورة يكون إخوان، مواطن عادي خاف اتوتر اهتز. بس أنا أفهم ده لو دي أول مرة، لكن هو كل مرة تطلع نفس ذات الشائعة ويبقى في مواطن مقلق. طيب هسألك سؤال تاني، هي إمتى الدولة قالت حاجة ورجعت فيها؟ ولا مرة، ولا مرة بالمعنى الحرفي لكلمة ولا مرة. يعني مفيش مرة الدولة قالت مثلا إيه والله يا جماعة إحنا هنثبت سعر كذا ولقيته ما تثبتش، أو والله في حزمة كذا وما اتعملتش، او والله مثلا احنا هنزود قاعده المستفيدين من مثلا تكافل وكرامه، او هرفع المرتبات بتاعه الحد الادنى للاجور، او هرفع المعاشات، وبعدين الدوله بتحدد نسب،
يعني بتقولك انا هعمل كذا في المعاشات وتحدد النسبة، هعمل كذا في الحد الادنى للاجور وبتحدد نسبة، هعمل كذا في العلاوات وبتحدد النسبة. في مرة الرقم اللي اتقال نسبة مئوية والتاريخ اللي اتحدد الدولة رجعت في كلامها؟ ولا مرة. طب انت ليه متوقع ان الدولة هترجع في كلامها في موضوع السلع التموينية او في اسعار الكهرباء؟ خالص على الاطلاق. الحكومة الدولة مصر بتشتغل فعلا لأول مرة من سنين طويلة عدت بتشتغل ليك انت يا سادة يا كرام. فيش اي حاجة متعلقة بإلغاء الحزمة الاستثنائية على بطاقة التموين، فيش اي حاجة متعلقة بالتراجع عن قرار الدولة بتثبيت اسعار الكهرباء لحد 30/6. انا بقول لك ده من دلوقتي عشان ما نجيش بكرة ولا بعده ولا بعد يومين نلاقي نفس ذات الشائعة تاني. هقعد احكي لك على انه الوضع الاقتصادي العالمي صعب، المفروض ان انت عارف ان الوضع الاقتصادي صعب. ليه انعكاسات عندنا؟ طبيعي ليه انعكاسات عندنا. احنا دولة مصنفة باعتبارها سوق ناشئة وبالتالي الهزة بتأثر فينا حبتين، بتأثر فينا حبتين. ومأثرة في كل الدنيا بالمناسبة. هات لي دولة واحدة في العالم بتقول لك والله الوضع الاقتصادي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ما أثرش فيا قيد أنملة إطلاقا، مفيش حد هيقول لك كده. هنحكي. اللي عايز أقوله لك الحكومة نفسها تاني النهارده بتقول للمرة الثالثة ولا للمرة الرابعة يا جماعة اللي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهذه المواقع الإلكترونية عار من الصحة ولا أصل له بشأن إيه؟ بشأن وقف الدعم الاستثنائي اللي على بطاقات التموين بدءا من مارس. المركز الإعلامي المجلس الوزراء قام بدوره وبدأ يتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ونفوا هذه الأنباء وأكدوا مفيش أي إصدار لأي قرار بهذا الشأن وبيشددوا. خد بالك بقى لما نقول إيه مفيش أي قرار بهذا الشأن يقول لك إيه مش يمكن الأسبوع الجاي، لا بيشددوا استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقة التموينية للأسر الأولى بالرعاية لحد يوم 30/6/2023. نقول كمان 100 جنيه للبطاقة التموينية اللي عليها أسرة واحدة، 200 جنيه للبطاقة التموينية اللي بتشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 للبطاقة التموينية اللي بتشمل ثلاث أسر أو يزيد. التكلفة الإجمالية اللي متحملاها الدولة في الحتة دي 8.5 مليار جنيه مصري. يعني الدولة هي اللي شايلاها، أنت لا تكلف نفسك شيء. التكلفة دي قد إيه؟ 8.5 مليار. عامل بالظبط كده زي الضريبة العقارية اللي على المصانع 3 سنين الدولة اللي شايلاها، الضريبة العقارية اللي على مزارع الدواجن الدولة اللي شايلاها، يعني مش حضرتك خالص ولا المصنع ولا المنتج الدواجن وخلافه. ليه بتعمل كده الدولة؟ يعني ليه هي اللي بتتحمل ده؟ بمنتهى البساطة علشان تحاول أن تخفف قدر الإمكان، وحط تحت كلمة قدر الإمكان، تخفف قدر الإمكان من الهزة اللي ممكن تحصل لك نتيجة أو اللي حصلت لك نتيجة هذا الوضع الاقتصادي اللي ضرب العالم كله. فبتحاول تقلل من هذه الموجة الصدمية عليك، تحاول أن تقلل من الأثر الاجتماعي عليك. ليه؟ بمنتهى البساطة لأنها دولة بجد. فاصل ونكمل الكلام. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واحنا ممكن ندردش حبة مع بعض بخلفية تاريخية بسيطة كده. طيب انا مش عارف احنا كام واحد فينا مهتم بقراية التاريخ، بس انا من الناس اللي مقتنعة بانه التاريخ ده واحد من اهم فروع العلوم اللي البني ادم لازم يقرأ فيها كتير جدا قدر الامكان. ولما تقرأ فيها تقرأ فيها بمنطق دايلاكتيك، يعني ما تقراش وانت تظن ان اللي كتب الكلام ده هو محق بنسبة 100%، لان انت لازم تتعدد عندك المصادر. بمعنى ايه؟ اي حدث عبارة عن طرفين اقرا الطرفين دول. الحروب طرفين صح؟ حلو قوي. كل حاجة في الدنيا لها اكثر من طرف ولها اكثر من وجه، فانت لما هتيجي تقرا
من كل الأطراف، كل الزوايا، كل الأوجه، علشان تقدر توصل للخلاصة اللي أنت عقلك قادر يقبلها. ماشي الكلام هنا وإحنا بنتكلم على مسألة إزاي أقرأ التاريخ. من هنا هتقدر توصل قدر الإمكان لحكم شبه صائب، خصوصا لما بيبقى هذا التاريخ بعيد. طيب في التاريخ القريب يكتب التاريخ عندما تنتهي السياسة. يعني إيه؟ يعني إنه سيادتك لما يبقى الموضوع متعلق بتفاعلات سياسية كتير، عندما تهدأ هذه التفاعلات وتستقر نقدر نكتب تاريخ يحمل المنطق ويحمل التحليل المنطقي والعقلي. وانت بتقرأ تاريخ أوروبا على سبيل المثال، وتحديدا في القرن الـ13 وانت طالع، هتعرف أوروبا وصلت للوضع اللي هي فيه ده ازاي. يعني أوروبا لم تستطع إنها تتحرر من الرجعية والتخلف والاقتصاد اللي مبني على استغلال الطبقات وعبيد الأرض الأقنان وما إلى ذلك إلا بحاجتين: واحد، فصل الدين عن السياسة. اتنين، فصل الدين عن العلم. هل ده معناه ان احنا ما نبقاش لينا علاقة بالدين اطلاقا؟ اطلاقا. يفضل طول الوقت الدين موجود ودراساته وعلومه وفقهه، ويبقى طول الوقت قيد البحث والدرس والفحص والتمحيص والتطوير طول الوقت، بس يفصل ما هو ديني عن القرار السياسي، بس يفصل ما هو ديني عن العلم. يعني مثلا ناخد التطعيم بتاع الكذا ولا ما ناخدوش؟ في واحد يجي يقول لك قدر الله نافذ، خدت التطعيم ما خدتش التطعيم قدر الله نافذ، فانا انصحك ما تاخدش التطعيم لانك انت بتتحدى الإرادة الإلهية. في ناس بتقول كده لحد اللحظة اللي احنا فيها دي. والصح هو انه التطعيم هو علم هيحمي البني آدم، فانا هاخد التطعيم ولن أنظر للراجل اللي قرر أنه يفتي في علم لا علاقة له به ولا دراية له به، وعاوز يسيب الأمور طول الوقت كده ويقولك لازم نبقى قدريين. لازم نبقى قدريين. العلم علم. طيب خلونا وأنا يعني هكمل دردشة معاكم في الحتة دي، وتحديدا ليه زي ما بقولك كده القرن الـ12 والـ13 في أوروبا، بس عشان أنا بتكلم عن العلم أقولك إنه مصر تتقدم لما نركز في العلم. يعني مثلا كلنا اللي في سننا على الأقل مثلا، أو اللي أصغر مني شوية واللي أكبر مني شوية، دايما في الجلسات الرجالة يحبوا العربيات قد عينيهم، تحس كده أنه هو مكون رئيسي في الشخصية الذكورية من أيام ما كنا بنركب حصانة مثلا زمان في عهود أو في عصور سابقة، حاجة موجودة جوه المكون بتاع الراجل، الحصان يبقى العربية. فدايما تلاقينا بنقعد نتكلم اليومين دول بقى بما أنه العلم اتقدم، فكنا بنقعد نتكلم على عربيات الكهرباء وتكنولوجيا العربيات الكهرباء، ويا ترى الكهرباء هتنزل لمصر امتى على نطاق واسع، واصل عربيات الكهرباء دي حلوة علشان بتيجي مش عارف يدوب بضريبة قيمة مضافة 14%، ويا ترى هيبقى سعرها أرخص من العربيات البنزين ولا لا. كل ده كلام طبعا، أنا دايما من أنصار ما نغيرش عربيتك طول ما فيهاش مشكلة. جاوب بقى أصل العربية بقى لها 10 سنين، السؤال فيها مشكلة؟ اللي يقول لك لا ما فيهاش مشكلة وعاوز غير عربيته ده يعني ما في حاجة، معاه قرشين محيرينه. لكن العربيات الكهرباء هي حديث كل الرجالة دايما عندما يأتي الحديث عن العربيات الكهرباء والماركات بتاعتها وصيانتها وحلاوتها وطعامتها. بعد شوية بنبدأ أحيانا نتساءل يا ترى هل ترى احنا هنصنع عربيات كهرباء في مصر ولا لا؟ وهنا يأخذ الحديث زاويتين: تصنيع موتور العربية الكهرباء ولا تصنيع البطارية بتاعة العربية الكهرباء. الموتور أمره سهل، هي البطارية هي الحدوتة. ألاقي النهاردة خبر أراه خبرا مبشرا، مكون محلي
60% في ايه؟ في عربية كهرباء صناعة مصرية. لا الكلام ده لازم نفهمه. تعالى ناخد معانا على التليفون دكتور محمد الغمري، عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي الصحة؟ الحمد لله والله تمام، كله تمام. انا مهم عندي افهم القصة دي ايه يا دكتور؟ الحقيقة زي ما حضرتك ذكرت، السيارات هي مش بس اهتمام الاشخاص ولكن كمان اهتمام الدول. حلو. طبعا احنا شايفين مصر النهاردة تعاني من عدم الاتزان بين الاستيراد وبين التصدير. لو حضرتك تعرف ان السيارات هي اكبر سابع سلعة مصر بتستوردها، وبالتالي اذا قدرنا نقلل من حجم الاستيراد في هذه السلعة فاحنا بنعدل الميزان التجاري، نرفع الاقتصاد القومي على مستوى الدولة وعلى مستوى الاشخاص. زي ما حضرتك ذكرت، السيارات الكهربية النهاردة بقى استخدامها للشخص موفرة عن استخدام العربيات البنزين بنسبة 70%. حلو قوي. نفس المشوار اللي حضرتك هتمشيه بالعربية البنزين لو قطعت 100 كيلو هياخدوا منك حوالي 7 لتر بنزين متوسط 10 جنيه يعني 70 جنيه. نفس المشوار اللي قطعته بعربية كهرباء هتستهلك كهرباء ب 25 جنيه. جميل. فهي حقيقة منافعها يعني جامة سواء للدولة أو للأشخاص. حلو. من هنا كان الرؤية إن احنا ليه دايما بنفكر نستورد السيارات اذا كانت التكنولوجيا بالفعل معروفه ومصر لها باع الى حد ما في صناعه القطع المغذيه للسيارات، ينقص عندنا ان احنا يبقى عندنا البراند بتاعنا او الديزاين بتاعنا. وده الحقيقه اللي احنا عملناه بدعم من اكاديميه البحث العلمي، قمنا بتصنيع سياره الهدف منها انها تكون ملبيه لاحتياجات معظم الشعب المصري. حلو. ولما بقول معظم الشعب المصري، احصائيات الدوله بتقول ايه حضرتك؟ بتقول ان مصر فيها تقريبا 5.5 مليون سياره، 6% منهم سيارات اجره، 94% منهم سيارات ملاكي. ما يزيد عن 80% من هذه السيارات لا تخرج خارج المدينه. معنى كده ايه؟ معنى كده اللي عاوز عربيه يقدر يسافر بيها مشوار كبير دول 20% من الشعب المصري اللي عندهم عربيات. صح. وبينما ال 80% دول بيشتروا عربية سعرها غالي ولكن بيستخدموها في استخدام مش محتاج كل هذه التكلفة الضخمة. فكان الدراسة بتقول ان احنا لو عملنا عربية تستخدم داخل المدينة وبسعر اقتصادي ده هيلبي احتياجات جزء كبير جدا من الشعب المصري اللي هم تقريبا 80% من مستخدمين السيارات في مصر. ومن هنا صممنا عربية سرعتها 60 كيلومتر في الساعة، والهدف انها تكون سعرها اقتصادي وكمان تشغيلها اقتصادي. السؤال احنا عملناه عرضناه على معالي رئيس الوزراء من شهرين في مؤتمر الملكيه الفكريه الدوليه بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاكاديميه البحث العلمي ورئيس المنظمه الدوليه للملكيه الفكريه، والحقيقه هو اشاد جدا بهذه السياره، واحنا على تواصل مع مكتب معالي رئيس الوزراء علشان يتم تصنيع هذه السياره بشكل اقتصادي داخل مصر وسعر يقل عن 100,000 جنيه. يقل عن ايه يا فندم؟ عن 100,000 جنيه. يعني احنا نقدر نعمل عربية كهربية في مصر للاستخدام داخل المدن بسعر اقل من 100؟ ده اللي احنا حاليا بنطمح له، وفي اجراءات يعني تنفيذية الى حد ما نتوقع ان شاء الله ان يكون اول سياره تتباع في السوق المحلي في خلال 6 أشهر من النهارده ان شاء الله. لا ما تسيبنيش كده باذن الله، كل حاجه حلوه وان شاء الله وربنا يوفقكم. ما تسيبنيش كده يا دكتور محمد، واحده واحده، عشان اللي قلته دلوقتي ده مش مزيكا، ده كده الدنيا تمطر عليا انا ذهب. لا لشيء غير ان انا هبقى سعيد. احنا هنا بنتكلم طبقا للارقام اللي حضرتك قلتها، احنا محتاجين في مصر اذا في يوم من الايام قدرنا نستبدل 80% سيارات ركوب ملاكي للاستخدام داخل المدن حوالي 4 مليون سيارة في يوم من الأيام نتمناه قريبا إن شاء الله. حلو قوي. وإحنا بإذن الله ممكن طبقا لكلام حضرتك لو أنا فهمت صح نطلع عربية بعد 6 أشهر. ده حقيقي. طيب نطلع عربية بعد 6 أشهر، يبقى أنا أكيد عندي دراسة جدوى. طبعا عندي دراسة للسعر في حالة الانتاج الكمي او الانتاج الاقتصادي. طبعا
عندي أرض متخصصة علشان أبني عليها الجمالونات والمصنع؟ تم بالفعل. الله أكبر. طيب عندي المكن؟ ده الست أشهر اللي احنا بنتكلم عليهم، إن علشان نبدأ الإنتاج محتاجين يكون خطوط الإنتاج جهزت. احنا يعني بدأنا هذه الإجراءات. المشروع دوت بيتم دعمه بشكل كامل من أكاديمية البحث العلمي ومن وزارة البحث العلمي. حلو. علشان نقول لأول مرة، مش لأول مرة طبعا يعني الكلام ده اتحقق قبل كده، ولكن نقوله بشكل واضح إن البحث العلمي اللي بيتصرف عليه المردود بتاعه واضح في دعم الاقتصاد القومي وإنتاج منتج يفيد الشعب ويفيد الدولة. 100%. هدي حضرتك بعض أرقام بسيطة جدا بتقول إحنا فين ودول المنطقة اللي إحنا عايشين فيها فين. أرجوك. مصر في المرحلة اللي فاتت لأنها كانت بتعتمد على تجميع السيارات أكتر منه تصنيع السيارات. وبقول صح. بكلمة تجميع يعني إيه؟ يعني نجيب عربية قدرة المحرك بتاعتها أكتر من 1600 سي سي علشان ما نفتحش جمله كبير، فنجمعها محليا، ولكن المستفيد الاكبر هو صاحب العلامه التجاريه الاجنبي. مظبوط. بتبقى سعر العربيه ارخص شويه ولكن السيل غاليه انها تتصدر. فكان حجم انتاج السيارات اللي بيتم تجميعها في مصر في الملاكي لا يتعدى 50,000 عربيه سنويا. في المقابل حضرتك المغرب لانها كانت بتعمل تصنيع داخل دوله المغرب او المملكه المغربيه وصل في 2020 22 إلى 700,000 عربية. بعض الدول الثانية في المنطقة وصل لمليون عربية. كلمة السر فين؟ إن هم بقى عندهم عربية بتنتج بشكل مش عايز أقول كامل ولكن بشكل كبير داخل البلد، وبالتالي كان بينتج سيارة سعرها منافس. علشان المكون المحلي على حسب الدولة أكتر من 40%، أنا عندي 40% بس. ده كان الشروط اللي حطها الدولة علشان يتمتع بالإعفاءات الجمركية على القطع المستوردة. ولكن احنا مش هدفنا ان احنا نحصل على إعفاءات جمركية، احنا هدفنا نعمق المنتج المحلي علشان نطلع عربية رخيصة بجد. يعني النهاردة لما احنا بنقول 60% احنا الجسم السيارة بالكامل هيتم تصنيعه في مصر، يعني هيبقى عندنا الاستنباط اللي تدخل فيها الشيت ميتال، المكبس ينزل على الشيت ميتال يطلع رفرف، يطلع باب، يطلع سقف. حلو. ما دون ذلك، وده اللي هو ال 40% اللي حضرتك بقى احنا ما ذكرناهمش، في المرحله الاولى اللي هي عباره عن البطاريه، الموتور، الانفرتر، الشاحن، حاجه اسمها دي سي دي سي كونفرتر، دي احنا بنسميها هندسيا الباور ترين او منظومه الدفع الكهربيه. في المرحله الاولى هيتم استيراد هذه المجموعه من الخارج، ولكن على التوازي احنا شغالين بقالنا اكثر من سنه برضه بدعم من اكاديميه البحث العلمي في مشروع بحثي علشان نصمم هذه المنظومه بالكامل المصري. بما فيها البطاريات؟ البطاريات الحقيقه هقول لحضرتك عليها يعني في خلال لحظه، بس خليني اقول لحضرتك ان احنا بالفعل صممنا الموتور. حلو. صممنا الانفرتر اللي هو المتحكم في سرعه الموتور، صممنا جهاز تحويل الجهد المستمر، ودول جزء لا يستهان به في مجموعه الباور ترين. حلو جدا. البطاريات يمكن شغل الناس كلها لان هي سعرها غالي الى حد ما، ولكن اللي انا عايز اقول لحضرتك ان حتى الدول الاوروبيه مرسيدس وبي ام دبليو هذه البراندات الكبيره جدا، ايوه، كل البطاريه بتاعتهم تقريبا بتتعمل في الصين. صح. فالجدوى من ان احنا نعمل بطاريه في مصر هي جايه، بس امتى نقول نعمل مصنع بطاريات في مصر؟ لما يبقى في مصنع بيصنع سيارات وبيعمل له كل شهر 2000 3000 عربيه، ويبقى هذا المصنع بتاع البطاريات في جنبه عميل ياخد منه هذه البطاريات علشان نخفض اكتر هذا المكون او هذا السعر بتاع المكون المستورد. كلام زي الفل. وانا بوعد حضرتك ودي الخطه بتاعتنا ان شاء الله ان حتى البطاريات اذا ربنا اراد في خلال 3 سنين ممكن يكون عندنا مصنع سيارات، بس زي ما بيقولوا مين يجي الاول؟ هل نعمل مصنع بطاريات وما نبيعوش لحد في مصر؟ ولا نعمل مصنع سيارات ونبيعه للشعب المصري بسعر يناسب الشعب المصري؟ وتبقى الخطوة الثانية ان انا كمان اصنع البطارية واوصل لمية في المية تصنيع محلي. هو ده الهدف. يمكن يكون عندي سؤالين قصيرين كده على الطاير. اول سؤال هو انه احنا عندنا الضخ الاستثماري اللازم، يعني هل في جهة او جهات هتقوم بعملية ضخ الاستثمار في المصنع ده ولا لسه؟ الحقيقة يعني خبر انا مش عايز اعلنه دلوقتي، ولكن في جهات من الدولة هتساهم في هذا المشروع. حلو. وخليني في خلال ايام قريبه قوي اقول لك مين هذه الجهات، ودي جهات يعني جهات دوله
بالإضافة طبعا إلى قطاع خاص هيحط استثمارات معقولة في المشروع إن شاء الله. مش عاوزين مساهم بربع في المية أو حاجة؟ أو حضرتك زيرو على 1% في المية، أي يعني أنا مستعد أحط تحويشة العمر والله، مش كبيرة بس يعني أنا هبقى حابب أولا أن أساهم في حاجة زي كده وأكيد هتكسب، فبقى مرة في حياتي عملت استثمار كسبان. إحنا الحقيقة المشروع دوت حلم إحنا بنحلمه من الستينات، وده خليني أقول إن هو مشروع مش بتاع شركة، ده بتاع دولة. صح. قد يكون هذا المشروع في المرحلة ديت بيقوم بجزء كبير جدا منه القطاع الخاص، ولكن أتوقع إن مفيش حد في الشعب المصري ما يتمناش إن يبقى فيه عربية بجودة مرتفعة وسعر مناسب موجودة في الشعب المصري ويساهم حتى لو بأمنية لطيفة. دي هتبقى في السؤال بقى الأخير، دي عربية صغيرة يعني ممكن تتسع لراكبين أو ثلاثة مش كده؟ لا ما هيش عربية عائلية. لا الحقيقة العربية برضو أنا عايز أقول لحضرتك هي المرحلة الأولى إن إحنا ننتج هذه العربية للاستخدام داخل المدينة تتسع لأربع أشخاص. حلو. وأربع أشخاص حجمهم عادي، مش عايز أقول لك رفيعين يعني، بالعكس حجمهم عادي جدا. حاجة قطعيتي كده. طبعا يعني ماشي. حضرتك برضو من سمباتيك جدا قوي. انما المرحله الجايه وببشر حضرتك ان هيكون في خلال سنتين من بدايه الانتاج او اقل من ذلك سياره سرعتها 140 كيلومتر في الساعه والمدى بتاعها 400 كيلومتر. اللي احنا عايزين نشتغل عليها بعد 6 أشهر تكون ان شاء الله يا رب تخرج للنور، هيبقى مدى كم كيلومتر وسرعه قصوى كم كيلومتر؟ مره ثانيه لان احنا بنترجت سعر رخيص واستخدام داخل المدينه. حلو. فاحنا هنطلع نسختين، النسخه الاولى بتمشي 100 كيلومتر، و100 كيلومتر ده الواحد بيروح بيها الشغل او بيروح بيها الجامعه طبعا يوميا، ممكن تقضيه يومين ثلاثه من غير ما يشحنها. صحيح. النسخه الثانيه هتكون 200 كيلومتر للي عنده ان هي يتحرك اكثر من مشوار واحد، فهيبقى في نسختين، النسخه الاولى اللي هي سعرها بيبدا ب 95,000 جنيه، النسخه الثانيه قد تكون اعلى من كده حاجه بسيطه، ولكن برضو الحاجه اللطيفه اللي محتاج اقولها ان السياره الكهرباء كميه الصيانه الموجوده فيها لا تقارن بالسيارات البنزين طبعا. نهائي. عمر البطاريه ممكن يتعدى العشر سنين، وبالتالي انت بتحط استثمارات في خلينا نقول في لايف تايم برودكت، حاجه تعيش بيها العمر كله الى حد ما يعني. طبعا الله ينور يا دكتور، مكالمتك اسعدتني كم سعاده، وده حقيقي ما فيهاش اي مجامله، انا مش عارف اشكرك ازاي وكل الفريق اللي بيشتغل على هذا المشروع القومي شديد الاهميه. كل الشكر ليك يا دكتور محمد، كل الشكر لدكتور محمد الغمري عميد البحوث التطبيقيه بالاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. اظن لما تسمع شفتوا بقى العقول المصريه بتعمل ايه؟ المخاخ المصري اهو، عقول مصرية شغالة على هذا المشروع، الأكاديمية بتاعت البحث اللي وزارة التعليم العالي شغالة معاهم على هذا المشروع، الدولة زي ما قال لنا الدكتور حمد الغمري يمكن بعد كام يوم أقدر أعلن لكم بالظبط يعني إزاي هيتم الاستثمار في هذا المشروع. عارف لو ما كانش حتى 6 أشهر وطلعوا سنة ما عنديش مانع، أنا كمواطن يعني أبقى مبسوط. 100,000 جنيه حلوة قوي، 100 فل و14 بالنسبة لي. طيب تعالى أخدك ونروح على حاجة مهمة جدا. فخامة الرئيس طول الوقت رجل يهتم بالتفاصيل بل بأدق التفاصيل. حلو. ويمكن كلنا وإحنا بنتابع رئيس الجمهورية في أحاديثه في زياراته في افتتاحات في مؤتمرات في كلمات إلخ تجد أن رئيس الجمهورية يتحدث دائما بأرقام في منتهى الدقة، فلا يتحدث إلا بالحقيقة والرقم. الرئيس مهتم جدا بمسألة دعم القطاع الزراعي. طيب وبالتالي وجه بهذا الدعم. تعالى نشوف مع دكتور محمد القرش، منورنا ومشرفنا على التليفون، المتحدث باسم وزارة الزراعة. ازيك اولا يا دكتور؟ ازيك يا يوسف؟ ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله، سعيد بتواجدي مع حضرتك. لا ده احنا اللي اسعد والله. قول لنا يعني الرئيس وجه بتوفير اقصى، وهنا بقى ده تعبير مهم قوي، اقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة ولاخواننا المزارعين. السؤال بقى وما هي أقصى الدرجات؟ يعني كيف تراها الوزارة في هذه الحال؟ يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك يا يوسف، والحقيقة احنا شايفين على مدار الأعوام الماضية يمكن من أول 2013 أو 2014
والدولة المصرية بتعمل بكل ما وفيت من قوة لتدعيم قطاع الزراعة. شفنا مشروعات عملاقة للتوسع في الصحراء، شفنا مشروعات عملاقة لتحلية المياه ومعالجة المياه علشان نوفر الموارد اللازمة لعملية الزراعة. النهاردة احنا بنتكلم على تطوير انتاجية وحدة الارض ووحدة المياه، وان احنا نخدم الفلاح ونوفر له المستلزمات الزراعية ونوفر له كل احتياجاته ونساعده على تعظيم انتاجه، سواء بقى من خلال تطوير البحوث اللي بتساعد على توفير افضل انواع من التقاوي، ان احنا نوفر تقاوي محاصيل الخضر واللي اطلقنا ليها مشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر والفاكهه محليا، ان احنا نبدا ننفذ منظومه الزراعه التعاقديه اللي تعتبر حافز للفلاح وتساعده على زياده انتاجه، ان احنا نوفر للفلاح المستلزمات الخاصه بيه علشان نقدر نعظم من انتاجيته ونساعده على تحقيق افضل انتاجيه ممكنه، ان احنا نوفر له ونسخر له كل الموارد المتاحه لدى الوزاره من اجل ان يحقق تعظيم للانتاج و تطوير للإنتاج وزيادة في قدرته الإنتاجية وجودته كمان علشان يكون عنده القدرة التنافسية. والحقيقة احنا شفنا القدرة التنافسية للدولة المصرية في قطاع الزراعة زادت بشكل كبير، وشفنا ده في حجم الصادرات اللي بيتضاعف وبيزيد بنسب كبيرة في الفترة الأخيرة نتيجة جهود الدولة المصرية، ودي جهود متراكمة وعمل متراكم وعمل كبير حققته الدولة المصرية علشان نخدم ونساعد الفلاح المصري، وسنظل ونعمل في هذا الإطار وفي ظل توجهات القادة السياسية في هذا الشأن. طيب ده كلام حلو جدا. أنا يمكن في بالي يا دكتور محمد القرش وحضرتك بتتكلم إنه الرئيس ذهب لزيارة مصنع سايلو فودز اللي في مدينة السادات، وهناك شفنا عرض لإحياء تاني قهوة وإدفينا، ودول قلعتين صناعيتين في مجال التصنيع الغذائي كانوا ملء السمع والبصر. وقهة دي بالذات ليا معاها ذكريات، لأنه خالي عبد الوهاب اللي رباني وصاحب الأفضل عليا كان مهندس في قهوة زمان، وخدني وداني مصنع قهوة مرة من المرات. وبعدين عدت السنين، وزي ما حضرتك عارف التاريخ والسن والزمن بيعمل أفعيله في المصانع أحيانا. الحمد لله أنه هيتم إنقاذهم وإعادة إحيائهم. سؤالي بقى، إحنا كوزارة أو وزارة الزراعة، شفتني وأنا بقول إحنا، بعتبر نفسي واحد من حضراتكم طبعا، شرفنا. لا ده أنا اتشرف. هنعمل إيه لدعم قطاع التصنيع الزراعي؟ وأنا أظن الأزمة الأخيرة محسسانا أكتر بأنه لازم ندعم هذا القطاع، صناعة الأعلاف وصناعة العالقة وصناعة الأسمدة وكل الحاجات التي تسببت في أزمات. يعني الحقيقة احنا شايفين اهتمام الدولة مش بس بالزراعة، ان احنا نحط البذور في الارض ونطلع انتاج ونوفر الموارد اللازمة لده، انما الاهتمام بيبدأ من قبل كده، وحتى كمان بعد عملية الحصاد بيبقى فيه الاهتمام في هذا الإطار. هنلاقي مثلا ان احنا بنعمل عقود علشان نوفر التقاوي في منظومة القمح مثلا على سبيل المثال. احنا كنا بننتج حوالي 20,000 طن تقاوي قمح، النهارده احنا بننتج 150,000 طن من تقاوي القمح، تقريبا بتحقق نسبه 75% من التقاوي المعتمده ان احنا بنديها للفلاح علشان نساعده على تعظيم انتاجه. دي نقطه. يقوم الفلاح يزرع في كل المعاملات بتاعته او في المحاصيل بتاعته، ثم يبدا عندنا عمليه التصنيع ومعاملات ما بعد الحصاد. هنلاقي الدوله المصريه خصصت في مبادره دعم القدرات الانتاجيه يعني عملية تمويل بأسعار مخفضة، شفنا مشروع أو برنامج التنمية الزراعية EDB من خلال وزارة الزراعة بيقوم بتوفير التمويل اللازم للمزارعين والفلاحين والمنتجين من الشباب في قرى وريف مصر، نساعدهم إن هم يعظموا من إنتاجهم ويفتحوا فرص إنتاجية جديدة ويحطوا قيمة مضافة على الإنتاج الزراعي، وده بيرفع من القيمة التسويقية. أكيد إحنا محتاجين نشتغل على هذا الملف بشكل أكبر، ودعم الدولة في هذا الإطار من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، أيضا من خلال برنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أيضا من خلال المبادرات التمويلية اللي بيتم إطلاقها وبتتحمل تكلفتها لوزارة المالية الحقيقة والدولة المصرية علشان تساعد الراغبين في التوسع في العملية الإنتاجية اللي يخدم ويحقق طفرات في رفع القيمة المضافة على الإنتاج الزراعي، لأن دي أولوية الحقيقة. وإحنا شفنا زي ما حضرتك ذكرت كده مثلا منظومة الأعلاف، إحنا محتاجين إن إحنا مش بس نزرع،
احنا محتاجين نقوي القدره الانتاجيه كمان في عمليه التصنيع وما الى ذلك. عشان كده الدوله في الفتره الاخيره احنا يعني خصصنا مليار وربع مليار دولار علشان ندخل شحنات من الاعلاف او من خامات الاعلاف للداخل علشان تقدر تلبي احتياجات المنتجين. وكمان توجيه السيد الرئيس النهارده ان احنا نبدا نتوسع في الزراعات التعاقديه لهذه المنتجات اللي احنا كنا بنستوردها اللي هي الذره والصويا وعباد الشمس عشان ننتجها محليا ونحط سعر محفز للفلاح يشجعه ان يزرع كميات اكبر من هذه المحاصيل. وده في النهايه كله مردود ايجابي ومردود جيد يخدم الفلاح ان هو اولا يحسن من مستوى دخله، ثانيا نامن للمصانع وللمنتجي الانتاج الداجيني او منتجي الانتاج الحيواني احتياجاتهم من هذه المنتجات. كمان ده يضمن عمليه استدامه في العمليه الانتاجيه ويخدم الفلاح والمزارع المصري ويخدم المواطن المصري ويحقق مزيج من الامن الغذائي للدوله المصريه. باذن الله باذن الله. انا عايز اشكرك جدا 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 يا دكتور محمد، كل الشكر للدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه. اللي بيتقال ده مهم جدا 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 الى ابعد الحدود يا جماعه، والله العظيم بكلمكم بجد يعني. واتمنى فعلا ان احنا نشتغل بقوه على مساله التصنيع الزراعي والانتاج بهذا الشكل. يعني لو تفتكروا احنا كنا يوم الاربعاء كنا قاعدين وكان معانا احد اساتذه الكليه في جامعه القاهره كليه الزراعه طبعا، واتكلمنا على مساله استخلاص البروتينات من شرش اللبن، وانه هذا الشرش مهدور يعني بنتخلص منه ما بنستغلوش. فانا والله بجد مش هزار، الحاجات دي بتقعد ايه تنغبش في دماغي. قعدت افكر طيب هو انا ممكن انتج البروتينات، سيبك من قصه بقى انها تبقى بروتينات بس للرياضيين والكلام ده، لا، هو انا ممكن اخد البروتينات دي واستخدمها كمركزات بروتينيه في الاعلاف بتاعتي، فاقدر احصل من هذه الاعلاف على نتائج اكبر او اعلى او اقوى عندما اقدمها لرؤوس الماشيه او الى الدواجن الى اخره. يعني انا عندي حاجات اقدر استخدم. احنا في مصر هنا عندنا كل حاجة ممكن تتصورها فيما يتعلق بالقدرات العلمية وقدرات العقول المصرية، كل حاجة. ساعات بحس ان احنا في مصر عاملين زي ايه، عندنا حاجة كتير. والله يعني احنا زمان قبل 2014 بالتحديد كان دايما الهاجس ده او الفكرة دي بتقعد تخبط في دماغي من كتر ما عندنا اثار للحضارة المصرية القديمة ثم حتى الحضارات المتعاقبة، احنا مش حاسين بقيمتها. عارف اللي عنده فلوس كتير وماشي بعزق يمين وشمال، اهو كنا احنا كده نفس القصة. من كتر ما عندنا امخاخ وعقول مش حاسين بيها، من كتر ما عندنا براءات للاختراع في الاكاديمية. بقولك الكلام ده كان بيحصل والله العظيم زمان ولا حاسين كتير، شبان زي الفل، رجالة زي الفل. ببقى مبسوط أكتر لما بلاقي فعلا البلد بتهتم بالعلم والعلماء. وزي ما كنت بقول لكم يوم الأربع مع ضيوفي الكرام هنا قاعدين في برنامج بنتكلم مع اتنين علماء. تعال نروح للمجلس لسه ما كملتلكوش الحدوتة بتاعة تطور أوروبا. المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أطلق مبادرة قومية اسمها إيه بقى؟ أسرتي قوتي. اسم حلو يعجبني. طيب نسأل دكتور إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا بك يا دكتور إيمان. أهلا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ إيه الأحوال؟ الحمد لله الحمد لله. أسرتي قوتي. المجلس القومي زي ما اتفقنا أنه هو بيعمل مبادرات تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكنهم وتساعدهم على دمجهم في المجتمع، وكان دورنا ان احنا لازم نتوجه للاسر للاشخاص ذوي الاعاقه المره دي ونسمي المبادره اسرتي قوتي. وهي من الاسم بنعرف ان قد ايه دور الاسره في دعم اي انسان، الام الاب الابناء، ويجب ان يكونوا يعني ليهم دور حالة وهم ما عندهمش التوعية دي. فالمجلس بيعمل التوعية للأسرة وبيعمل لهم يعني
زي تدريب وتأهيل كيفية التعامل مع الأبناء منذ ولادتهم كأطفال، أو حتى بعد ما بيتم إن الطفل خلاص بيتقبل إن هو عنده إعاقة، فقد إيه هو بيحتاج معلومات كتيرة جدا، إزاي إن هو يؤهله إن هو مناحي الصحية، إزاي إيه الحقوق بتاعته. فبنجيب مقدمي الخدمات في الورش المختلفة منذ إطلاق أول ورشة هتبقى بكرة إن شاء الله، هنجيب مقدمي الخدمات أو من المسؤولين في الحكومة من التربية والتعليم والصحة ووزارة التضامن، هيتكلموا كل واحد في التخصص بتاعه. فمثلا الصحة هتتكلم على الكشف المبكر والاكتشاف التدخل المبكر، هتعمل توعية بمشاركة المجتمع المدني، جايبين ممثلين عن المجتمع المدني في جميع أنواع الإعاقات، جايبين أسر بنتكلم معاهم بنعمل لهم توعية بحقوقهم في مثلا في المجال الصحي. فوزارة التضامن هتتكلم على الحماية الاجتماعية، التعليم ما هيتكلم على الدمج ازاي ما هو يدخل ولاده المدارس، ايه انواع الاعاقات اللي ممكن تدخل في الدمج التعليمي كمدارس نظامية او سواء بقى تربية خاصة مدارس الصم او غيرها. يعني بنعمل زي نوع من التأهيل والارشاد الاسري للاسر دي، وباعتبارهم طبعا الفئة المستهدفة من الأولى من أنشطة المبادرة. يعني طب دكتور إيمان، إلى أي مدى مسألة الوعي والدعم الأسري دي بتأثر إيجابيا على شخصية الإبن أو الإبنة؟ حضرتك عارف إن لما الأسرة يعني بيجي لها طفل أو مولود وبيكتشفوا إنه هو عنده إعاقة، بيحصل نوع من الإنكار في الأول. فإحنا يعني بنساعد هذه الأسر أنها تتقبل أن إحنا بنعمل لها تأهيل نفسي أن الإعاقة ليست نهاية الطريق، ولكن يمكن أن تكون بداية النجاح وبداية يعني شخص ليه فاعلية ممكن يكون بدون إعاقة موجود في المجتمع ليس له دور. ولكن الأسرة لازم تعرف أن هناك دعم من الدولة، ويجب أن تكون هي أيضا عندها المعلومة وعندها التوعية إزاي تاخد حقوقها. الطفل مثلا لو هو يعني لو هي ما عندهاش الوعي ده، فالطفل ما بيمارسش حياته، ما بي حتى يعني لو حد قلنا أنه يعني ما بيبقاش لي القدرة على التعامل مع المجتمع يعني. فالأسرة لما بنعمل لها التوعية بتعرف إزاي تتعامل مع المجتمع، إزاي يعني تدمج طفلها تخرج للمجتمع، يبقى فيه طرق تدخل وبيبقى فيه دعم ويعني لتحسين جودة حياته. يعني مش مجرد أنه هو هياكل وهيشرب، بس يكون عنده جودة في الحياة من ناحية صحية، من ناحية أنه يتعلم، من ناحية أنه هو يلعب يتفاعل مع المجتمع. فلما بيكون في توعية أو هو عن الأسرة يعني عندها وعي، فده بيساهم في تنمية الأسرة. وأظن يعني أن احنا بنتكلم برضو في نفس اتجاه واتساق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 2021. فهي يعني تنمية الإنسان، صح. تنمية الأسرة دي ده مشروع قومي، يعني تنمية الأسرة المصرية. فده يعني جزء من خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة 2030. بإذن الله. أنا بشكرك جدا جدا يا دكتور، كل الشكر ليك. الدكتور إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. طيب محتاجين نروح الفصل. طب قبل الفاصل أو قبل البريك أو قبل المسميات، هو
الموسم الثاني زي ما حضرتك قلتي تقدم 6500 مشروع ورؤية وحلم لمجموعة شباب، لأن مش فرد بس اللي بيتقدم، دي مجموعة لكل مشروع، دي حاجة تفرح أصلا. وبيتم تصفياتهم ل 120 وال 120 ل 80 زي ما حضرتك شفتي، والمفروض يفوز 50 ولكن النهاردة خلينا ال 80 يفوزوا. الأفكار كلها خارج الصندوق، ناس يعني فعلا الواحد بيتبسط ان في شباب مصري كده عندهم رؤية وعندهم سابقين عصرهم. انا يعني صراحة ببقى منبهر بالأفكار. طبعا كل شكر لجهاز تنمية المشروعات، على لان من لولا ما كناش هننجح نجاح ده في المسابقة. هي الدولة، فالدولة بأزرعتها قوية، فبيقدروا في التدريب وفي التدريب وفي وسواء في الاختيارات بيبقوا معانا. بعد ما بنخلص الدعم المادي بيدخلوا هم كمان في التراخيص وكل ما يتعلق بالمشروع نفسه. الفكره ببساطه جدا، لان عملنا دايره الكترونيه بتخلي الكهرباء ما بتكهربش بعد 350 سنه من اكتشافها. دايره بسيطه جدا بتحط في العداد او مدخل الكهرباء اللي داخل على البيوت، بتخلي الكهرباء امنه، بتقدر تسلك اقرب اتجاه ما تصعدش فيه البني ادم. ببساطه جدا لو في طفل لمس الكهرباء مش هيكهرب، لو في ميه جت على الكهرباء مش هيحصل حاجه، لو في عامل فني جاي يشتغل في الكهرباء مش هنفصل الكهرباء وهو شغال، نخلي الكهرباء مستمره. بالنسبة للمشروع فهو أول أبليكيشن في مصر والشرق الأوسط متخصص في أمان السيدات ومحاربة كل أشكال العنف ضدهم زي التحرش أي اعتداء باستخدام التكنولوجي زي الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي. فإحنا بنقدم الدعم للستات قبل وبعد وأثناء أي وقعة، وعندنا سيستم متكامل بيمكنهم ان هم يستنجدوا من دائرة الثقة بتاعتهم يعني بأحدث الأدوات التكنولوجية. ده غير طبعا ان احنا بنمكنهم ان هم يسجلوا اي وقعه تعرضوا لها او يبلغوا عنها بشكل مجهل بدون اي وصم، غير طبعا جانب الدعم النفسي والقانوني. واحنا اصلا محتضنين في تيك اللي هو الانكيوبيتر اللي تبع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اشتركنا في المسابقه لان احنا كان عندنا ايمان ان احنا الحمد لله فكرتنا قويه وتقدر تنافس بشكل كويس، لان هي ليها بوتنشال وليها نيد في الماركت المصري او في السوق المصري. بلس كمان ان احنا حابين نشتغل على حاجه كريتيكال شويه، هي حته المجال الزراعي. زي ما احنا عارفين المجال الزراعي هو مجال مبني على الزراعه التقليديه من اكتر من 400 سنه ورا. احنا جايين بنحاول نعمل رقمنه زراعيه، بنحاول نعمل ديجيتاليزيشن للمجال الزراعي عشان نواكب التطور اللي بيحصل في البلد. لان زي ما احنا عارفين ان البلد كلها دلوقتي متوجهه ناحيه الرقمنه او الديجيتال ترانسفورميشن، الرقمنه عموما يعني في اي مجال من المجالات. فالحمد لله بدانا بالمجال الزراعي وربنا يكرمنا وماشيين يعني كويس. اشتركت في المسابقة لأن أنا يعني مؤمنة إنه دايما الحاجات دي الفرص دي بتيجي علشان تخلينا كده شوية نوقف من الشغل اليومي الديلي أوبريشنز الرهيبة، علشان بقى نعيد كده نظرتنا عن البيزنس بتاعنا ونتعلم أكتر بقى من المنتورز والمدربين. حقيقة البرنامج فعلا كان قوي، يعني كان يعني بيوند اكسبكتيشنز، اتعلمت فيه فعلا حاجات كتير قوي وانا والتيم. فيعني بجد يعني كانت فرصه فعلا فعلا يعني الحمد لله ممتنه ليها. يعني اهلا اهلا اهلا، ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكون كل حاجه بخير وعال العال. دكتور اندريا زكي واحد من ابرز واهم الشخصيات العامه اللي موجوده في مصر. انا اصفه بالشخصيه العامه لانه شخصيه شديده التاثير وشخصيه شديده النشاط وشخصيه شديده الحصافه والحكمه دائما بالمناسبه. والنهارده تم اعلان فوز الدكتور أندريا زكي برئاسة الطائفة الإنجيلية. ألف 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 مبروك يا دكتور أندريا. شكرا يا أستاذ يوسف، شكرا جزيلا. إزاي حضرتك أولا؟ أنا كويس الحمد لله. وطمنا على الصحة. لا كله بخير الحمد لله. كله بخير والحمد لله، كله دايما يبقى بخير. يعني أنا الحقيقة وأنا بهني حضرتك ودي تهنئة من قلبي بشكل شخصي، وأعتقد أنها تهنئة أيضا واجبة من جموع المصريين، لأنه إحنا كلنا دائما ما يعني نلمس الحكمة والحصافة الدائمة في كلمات وفي تعاملات وفي تصرفات الدكتور أندريا زكي.
شكرا يا استاذ يوسف، شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا دكتور. دكتور، مهم عندي ان احنا حتى ولو نلقي ضوء وان كان بمنتهى الاختصار باعتبار ان دي مكالمه تليفون، على الدور المهم اللي بتلعبه الكنيسه الانجيليه في مصر، سواء اذا كان في رفع الوعي او في مساله ارساء الوئام ما بين الطوائف المختلفه والشرائح المختلفه في المجتمع المصري. احنا طبعا عندنا اهتمام شديد باهميه دور الكنيسه وعلاقتها بالمجتمع، وان واحده من اهم ملامح هذا الدور هو بناء الجسور مع المجتمع. وبناء الجسور بيتعدد عبر عده وسائل، منها عدد من المؤسسات التعليميه اللي لدى الكنيسه الانجيليه وبتقدم تعليم على مستوى متميز. صحيح. او الهيئات الاجتماعيه زي الهيئه القبطيه الانجيليه للخدمات الاجتماعيه وعلاقتها ببرامج التنميه والتوعيه ومشاركتها في المبادرات الرئاسيه الهامه اللي في المرحله الدقيقه من تاريخ مصر، او ان الكنيسه المحليه نفسها في المجتمع تهتم ببناء الجسور والتواصل مع المجتمع وخدمته. جزء كبير من اهتمامنا هو بناء الجسور وخدمة المجتمع ككل، سواء عبر الكنيسة نفسها أو عبر المؤسسات التابعة لها. عظيم جدا. دور الكنيسة الإنجيلية في مصر وعلاقتها بالمصريين أيضا في الخارج وما بين قوسين أيضا في المهجر يا دكتور. دي واحدة من القضايا المهمة بالنسبة لنا، لأن احنا علاقتنا مش بس بالمصريين في المهجر، ولكن علاقتنا بالإنجليين سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية من الأوروبيين والأمريكان نفسهم. فاحنا مع المصريين اللي موجودين في أوروبا والولايات المتحدة ومع الأمريكان والأوروبيين نفسهم، بنهتم في بناء الجسور والتواصل معهم، وبنحاول باستمرار أن يبقى فيه نوع من نقل الحقيقة المهمة عن ما يحدث في مصر. لأنه لاحظنا في العشر سنوات الأخيرة في بعض الصور النمطية السلبية أو بعض الأمور المنقولة لا تمثل الحقيقة في مجتمعاتنا. مصر بها نموذج مهم للعيش المشترك، مصر دولة تتقدم بشكل غير مسبوق. صحيح التحديات موجودة في كل مكان طبعا، والمشكلات موجودة في كل مكان، ولكن في إنجاز بيتم على أرض الواقع وبالذات في العلاقات الإسلامية المسيحية بين المصريين، في تطور مهم جدا في هذا المجال. فإحنا جزء من رسالتنا أن نتواصل مع هذه المجتمعات وبننقل الصورة اللي إحنا شايفينها حقيقية ومهمة بالنسبة لنا، وده دور إحنا بنقوم به ومستمرين بالقيام به بإذن الله دايما بكل توفيق وبكل نجاح. وأتمنى نلتقي بحضرتك قريب يا دكتور، ويعني يبقى وقتك متسع لينا في ظل انشغالك الدائم. شكرا استاذ عليا في أي وقت. ربنا يخليك يا دكتور. كل الشكر للقس الدكتور أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية. ألف 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 شكر على حاجات كتير. خلوني أروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل، في عندنا حوار راه واحد من أهم الحوارات اللي ممكن نعملها، هيبقى مع دكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الزراعية. دكتور هاني غني عن التعريف، هو أستاذ علم الغابات في جامعة ميونخ الألمانية. عايزين نتكلم عن التكنولوجيا العالمية لتطوير الزراعة، إيه اللي بيحصل في الدنيا وموقف مصر من هذه التكنولوجيات والمشروعات المقترحة للزراعة المستدامة، هنعمل إيه في مسألة حلول لمعالجة نقص الغذاء. كلام كتير هنقوله بعد الفاصل. أنا رأيي عمره ما يتغير في العلماء. الناس دايما، بس خد بالك برضو ده نتيجة تكريس وترسيخ لثقافة في الثمانينات والتسعينات، أنا طول الوقت رأيي أن العلماء دول ناس عندهم جاذبية شديدة جدا، يعني قادر على جذب الانتباه وحديثه دايما شيق وما إلى ذلك. فدلوقتي قبل ما نبدأ على طول الفقرة قاعدين بنتجاذب
أطراف حديث في منتهى البساطة على الجامعات والمنح الدراسية والدراسة خارجا والدراسة داخلا، طبعا مع دكتور هاني الكاتب زي ما كنت بقول لكم، حديث شيق إلى أبعد الحدود، جذاب إلى أبعد الحدود، مع أن احنا ما اتكلمناش عن تقنيات الزراعة ولا اتكلمنا في العلوم والتكنولوجيات الجديدة ولا حاجة خالص. خليني الأول أرحب بدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الزراعية، أستاذ علم الغابات في جامعة ميونخ طبعا الألمانية. هنتكلم عن التكنولوجيا العالمية وتطوير الزراعة الأول. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ. عامل إيه؟ كله تمام؟ كله تمام، والحديث فعلا كان شيق مع حضرتك جدا، ده بوجود سيادتك، اتمنى نكمله في وخليني اشكرك جدا على قبول الدعوه، وانا وفهمت ان حضرتك صاحي من 5:30 صباحا ومكمل معانا لحد دلوقتي، فده تنازل عظيم. اشكرك. انا اشكر حضرتك. لا يا فندم، اشكرك جزيلا. دكتور هاني، العالم تطور زراعيا الى اي مدى؟ احنا معلوماتي المتواضعة ان احنا في حاجة اسمها تكنولوجيا التطور الافقي، احنا ازاي نقدر نوسع مساحة الارض الزراعية باقل الموارد الممكنة، وتطور رأسي ان انا ارفع الانتاجية بتاعت الزراعة. لحد كده معلوماتي بتتوقف. اوكي، هو تطور رأسي ده صحيح 100%، لكن احنا لو بصينا للزراعة في جميع انحاء العالم او الزراعة التقليدية فهي زراعة خاطئة في جميع انحاء العالم. خاطئة لدرجة أن إحنا وصلنا إلى درجة عالية جدا من التلوث. إحنا حضرتك عارف الإنسان بيعتمد على الموارد، والموارد معظمها محدودة، وإحنا بندير الموارد بتاعتنا وخاصة الموارد الزراعية في نظام مكثف الانبعاثات. إحنا بنسبب انبعاثات كثيرة، وبالتالي تلوث للبيئة. لا، وإحنا ماشيين خطأ تماما. اتزان الطبيعة واتزان النظمة الطبيعية بيعتمد على شيء هام جدا، وهو التنوع البيولوجي أو التنوع. وإحنا بنزرع ما يسمى المونوكلشر، ساحات كبيرة نوع واحد، وبالتالي كلها ده كل ده نظم غير متزنة طبيعية، ما فيهاش اتزان. وإحنا الكوارث الطبيعية بتزداد حدة وبتزداد من عام لعام، ودي من أهم العوامل اللي إحنا نقدر نقول فيها التغير المناخ موجود فعلا. فالنظام الزراعي في العالم كله لازم يتغير. هو في بعض التغيرات طبعا، احنا بنتكلم في الزراعة عن مثلا نظم الزراعة الدقيقة. اوكي، هنا في تغير كبير جدا في العالم، ونتمنى ان احنا في مصر سريعا نطبق هذه الأنظمة لسبب بسيط، لان احنا بنقلل من الموارد المستخدمة زي مثلا الأسمدة او زي المبيدات في معالجة المشاكل اللي موجودة في الزراعة. احنا زمان او في الزراعة العادية بتعمل ايه؟ انا عندي مشكلة في الارض مثلا من آفة معينة، برش كل الارض. دلوقتي احنا بنقدر نشوف فين مكان الاصابة، وبس في هذا المكان نقدر نعالج هذه المشكلة. او عندي نقص مية في مكان في الارض، ما ازودش كمية المية لكل الأرض، بس في المنطقة اللي فيها نقص للماء، وهكذا. طبعا دي تقنيات، احنا بنستخدم الدرونز، يعني المركبات بدون طائر بدون طيار، وحساسات في الأرض، ونقدر نشوف فين عندي نقص في الماء أو نقص في المغذيات وهكذا. وبالتالي طبعا ده شيء هام جدا جدا عشان نقلل الموارد، لأن احنا استخدامنا للموارد خاطئ في العالم. وده شيء هام، ولا أسبب التلوث. احنا وصلنا إلى تلوث عندنا 50 مليار متر مكعب من الغازات الدفيئة، وفي عام 21 طبقا لوكالة الطاقة ان
ثاني أكسيد، كمية ثاني أكسيد الكربون 36.3 مليار طن في عام 21. دي كميات كبيرة جدا، وإحنا عايزين نقلل الانبعاثات وعندنا مشاكل كبرى فعلا في البيئة. إحنا الإنسان لغاية هذا اليوم أنا من رأيي ما تعلمش من أخطائه، لأن إحنا عندنا مشكلة عظمى أيضا وهي ذوبان الجليد. إحنا عندنا تغيرات ليست فقط في درجات الحرارة، إحنا عندنا تغيرات في نمط الأمطار. أنت حضرتك المشاكل اللي حدثت، الفيضانات في كثير من أنحاء العالم في السنوات القليلة الماضية، ده بسبب خطأ الإنسان. إحنا بنبني كتير شوارع، مباني، سيلد أريا، مش عارف سيلد أريا، فأنا الأمطار بتسقط عندي ما تقدرش تتصرف إلى داخل التربة، فبيحدث كريان سطحي، وده اللي بيسبب الفيضانات. فدلوقتي اللي بيحدث إيه؟ كان العادي جدا إن إحنا كمية الأمطار بتزيد كلما زاد وقت المطر، يعني كل فترة الأمطار. ودلوقتي بنلاحظ إن عندنا الأمطار في فترة زمنية قصيرة جدا بيسقط أمطار هائلة كثيفة جدا، يعني وبعض الأبحاث اللي قمنا بيها في الصين إحنا كنا حاسبين حوالي 80 إلى 200 مليمتر في الساعة. ده معناه إن إحنا كمية الأمطار اللي بتسقط مثلا على الساحل الشمالي حوالي 200 مليمتر، يعني تقريبا اللي بيسقط في سنة في ساعة، وأعلى نسب على قدر معلوماتي 400 مليمتر في الساعة. دي كميات هائلة. تتخيل حضرتك إيه الأضرار اللي ممكن تسببها هذه الكميات الهائلة من المياه؟ فكلها مشاكل فعلا، إن الإنسان لازم يتحرك بسرعة أكثر من كده. إحنا بنتكلم عن زيادة أيضا الهيت ويفز، موجات الحرارية. الموجات الحرارية لها أضرار شنيعة يا فندم. ممكن الزراعة يعني الحصاد يقل بأكثر من 50-60%، وإحنا حاليا الهيت ويفز بتزيد من سنة لسنة. إحنا مش عايزين إن إحنا نزيد درجات الحرارة عن 1.5 درجة مئوية، ده للأسف لم يتم الاتفاق عليه. والتخوف طبعا ان احنا نتكلم عن ارتفاع درجات الحرارة الى 2 أو 3 درجة مئوية، معناها فعلا كوارث على الزراعة بالذات وكوارث بيئية كثيرة. ولابد فعلا ان العالم كله يهتم اكثر من هذا بمواضيع تغير المناخ، ولابد نحن نجد اساليب في مصر للتكيف مع المناخ والحد من حدة تغير المناخ. حتى في إطار أنه مهما فعلنا في مصر نحن لن نغير الكوكب، لكن إحنا هنعمل اللي علينا أو نعمل المظبوط زي ما بيتقال. وهنا هسأل سؤال يا دكتور، إحنا هنعمل إيه علشان نطور الأساليب بتاعتنا؟ وبدأنا ولا لسه؟ وبدأنا إزاي؟ هنعمل إيه؟ أولاً أنا ذكرت أساليب التكيف في منتهى الأهمية، وإحنا يعني تعرضنا لمخاطر تغير المناخ عالية جداً في المناطق الجافة، والمناطق الجافة فيها ندرة موارد أيضاً، وطبعاً إحنا زيادة، لو إحنا نقارن مثلاً مصر بأوروبا، هما زيادة درجات الحرارة هناك لها تأثير وتأثير سيء، لكن تأثير زيادة درجات الحرارة عندنا هنا في مصر هتبقى أسوأ بكتير من أوروبا. فأنا لابد أن أنا أقوم بأساليب
التكيف مع تغير المناخ وأيضا الحماية. احنا عايشين في بلد صحراوية معناها عندي رياح وعندي أتربة، أنا لازم أحافظ على كل الأراضي الزراعية إن أنا أقلل من أضرار الرياح والأتربة. والأهم من هذا في التكيف مع المناخ السؤال، هل إحنا ممكن نغير المناخ؟ والرد لا، المناخ على فترة طويلة أنا ما أقدرش أغير المناخ، لكن أنا ممكن أغير ما يسمى المايكرو كلايمت، المناخ المحيط مايكرو، وبالتالي أنا ممكن أغيره عشان يلائم التغيرات اللي موجودة عندنا حاليا في العالم كله. وهنا إحنا مش لازم دائما نفكر في التكنولوجيا الحديثة أو الهايتك. هناك نظم أظهرتها لنا الطبيعة إن إحنا ممكن نعمل تغير للمناخ المايكرو كلايمت ببساطة جدا بطرق طبيعية، واخد بال حضرتك إزاي؟ وأنا أقدر أغير المناخ إن أنا مثلا بزراعة أشجار معينة، أشجار بنظم معينة ضد اتجاه الريح، إن أنا أغير المناخ في هذه المنطقة فتقللي من فرص التصحر. فتقللي يا فندم من درجات الحرارة في الصيف، واخد حضرتك إزاي، في وسط النهار قد تصل إلى 7-8 درجة مئوية، بتقلل لي الفرق ما بين درجات حرارة النهار والليل. احنا كلنا ملاحظين دلوقتي قد ايه الجو ساعة في القاهرة، وخاصة في المجتمعات الجديدة زي القاهرة الجديدة وستة اكتوبر وزايد بالضبط كده، فعلا ساعة جدا جدا مساء. اوكي، فاحنا بنقلل الفرق ما بين درجات حرارة النهار والليل، أنا بحتفظ برطوبة التربة، يعني أنا بقلل مية استخدامي للمية. وطبعا لها فوائد كثيرة جدا جدا، بقلل طبعا أما يكون عندي هذه مصدات الرياح من الأشجار، فأنا بقلل الأضرار من الرياح والأتربة طبعا اللي بتقلل المحاصيل عندنا، وبالتالي أنا برفع إنتاجية المحاصيل اللي محمية. طيب، فأنا دلوقتي أقدر أعمل الكلام ده لمساحة معينة، لأن إحنا بنقلل هنا سرعة الرياح داخل هذه المساحة، لكن أنا ممكن أعمل صفوف أو سلسلة من هذه الأشجار، وبالتالي أنا ممكن أعمل تغير لمساحة كبيرة هنا للمناخ لمساحة كبيرة. وده من الأساليب الأساسية ان احنا لازم نبدا فيها. للاسف الشديد في مصر ما عندناش مصدات رياح صحيحه معموله نهائي، احنا بنحوط الاراضي وما عندناش مصدات رياح، وانا اتمنى ان احنا عشان كده احنا عايزين ننشئ نماذج عشان الناس تشوف ازاي ممكن نتعامل مع تغيرات المناخ. واعتقد ده هام في المناطق الجافه، يعني احنا بنتكلم عن الشرق الاوسط وايضا مناطق كثيره في افريقيا، ان احنا نكون قدوه اما نقوم بهذا الاخرين يتعلموا. طب انا اساسا هروح لفاصل وهرجع بعد الفاصل احاول افهم على مساله هذه الاشجار ومصدات الرياح وقدرتنا على ان احنا نبدا نشتغل فيها، وتاخد مننا توقيت قد ايه لحد ما يبقى في عندي منظومه، على الاقل اقدر اقول انها منظومه سليمه قادره على خلق تغير ما مايكرو كلايمت زي ما حضرتك شرحت لي. فاصل ونكمل الدكتور نكمل كلام مع دكتور هاني الكاتب، استنونا لو سمحتوا. حديث في منتهى الروعة في الفاصل وعلى الهوى مع دكتور هاني الكاتب. دكتور هاني، أنا زي ما كنت بقول لحضرتك في الفاصل، أنا عندي 48 سنة، فاللي أنا عارفه واللي بشوفه طول عمري إنه المزرعة تتحوط من الأربع جهات بصف جزورين وإحنا كده 100 فل، عملنا اللي علينا. حضرتك قلت لي لا طبعًا،
مش ده الصح. ايه الصح؟ ده صحيح. انا بحاول دائما ان انا اشوف الرياح الضاره بتيجي من انه جهه يعني اتجاه، وبحط عليه عموديا على اتجاه الرياح بعمل مصدات الرياح، ولازم يكون فيها الايروديناميك اذا سمحت العربي الايروديناميك، انها تبقى ان يعني حاله انسيابيه مع الهواء بالظبط كده، واخد بال حضرتك ازاي؟ ولازم نراعي فيها ايضا، حضرتك سالتني عن الجزورينه، قلت حضرتك الجزورينه تنفع جيد، لان احنا المساميه بتاعه مصدات الرياح دي لازم تكون في حدود 50-60%، واخد بال حضرتك ازاي؟ فانا ما اقدرش ازرع اشجار خاطئه ايضا، لان انا لو ما فيش الهواء ما عداش من داخل هذه المصدات هيعمل لي توربلنس، الهواء هيلف يبدا يعمل زي دوامات هواء صغيره دوامات فيثير برضو الرمال والاتربه تاني. واخد بالظبط كده. فطبعا دي يعني تقنيات سهله جدا ليس فيها اي صعوبه حقيقه، يعني الايروديناميك فورم لابد يكون موجود، المساميه ناخد بالنا منها، وبالتالي وايضا انا عايز اقلل سرعه الريح بدرجه قد ايه؟ هل عايز اقللها 50% 75% او 90%؟ فكلما بقلل سرعه الريح كلما قلت المساحه اللي انا بحميها. انا نظريا بدرجات الرياح اللي موجودة والرياح الضارة عندنا هي في رياح 50، فأعتقد أن احنا هنا لابد أن احنا في هذا الوقت نقلل سرعة الرياح 75%. يعني معناها أن أنا في هذه الحالة كل تقريبا 156 متر أعمل مصدات رياح، وبالتالي يبقى عندي كمية. عايز أقلل سرعة الرياح مثلا فقط 50% وعد المناطق اللي ما فيهاش أضرار كتير، فأنا ممكن أصل بالمساحة الطول المحمي ل 250 متر، واخد بال حضرتك؟ فدي طبعا حسب المناطق اللي هنشتغل فيها نشوف عايزين نقلل سرعة الريح قد إيه في هذه المناطق. ساعات المزارع بيبص عليها من حيث التكلفة ومن حيث المردود الاقتصادي، وحضرتك اللي شرحت لي ده قلت لي ساعات المزارع بيجي يقول أنا كده بقلل المساحة المزروعة وبالتالي حجم المحصول بتاعي بيقل. وبالعكس، هو حجم المحصول لو حصل له أضرار مثلا في الرياح 50 ممكن يخسر 50-60% من المحاصيل اللي هو زارعها. لا يا فندم، احنا هنا كمان بالمساحه دي يعني بمصدات الرياح انا بحتفظ برطوبه التربه والنباتات، وانا بقلل استخدامه للميه، انا بزيد من الانتاجيه لان انا بحمي النباتات من الرياح والاتربه. احنا امتى نقدر نشتغل على كده في مصر؟ احنا بنحاول حاليا انشاء نماذج لهذا الشان عشان الناس تشوف فعلا ايه فوائد مصدات الرياح. احنا بنغير زي ما ذكرت لحضرتك المايكرو كلايمت، ولها فوائد كثيره جدا، ودي كانت غريبه جدا ان انا كانت من اول ابحاثي في نص السبعينات في المانيا في جبال الألب عن هذا الموضوع. الموضوع ده عن هو طبعا جبال الألب مختلفة طبعا في المناخ بتاعها عن لكن عن تأثير الأشجار على المايكرو كلايمت. عظيم جدا. هل لو أنا النهار هل ينفع الحاجات دي تاخد صفة الإلزام؟ يعني إنه ما ينفعش يبقى في منطقة مزروعة غير لما بحط فيها مصدات الرياح بالمواصفات كذا؟ ده المفروض يكون حقيقة، موافق حضرتك تماما، لكن احنا محتاجين الى نماذج. لابد فعلا المزارع يشوف تأثيرها، ولازم نعمل النماذج، وما يكون في نماذج ناجحة الفلاح دائما بيقلد فحيقوم بعملها.
فلابد الأول من إنشاء النماذج. إحنا عندنا كمان طالما بنتكلم عن الأشجار، وأنا نفسي أتكلم مع حضرتك فعلا عن الزراعة أيضا، إيه اللي إحنا ممكن نعمله في الزراعة. لكن إحنا لازم نعرف كمان إحنا أنشأنا هنا مشروع ألماني مصري عن إنشاء الغابات المستدامة في مصر، وأنا نشرت العام الماضي بحث بالطلبة الألمان اللي كانوا موجودين معايا في هذا المشروع، وحقيقة وصلنا إلى نتائج لم أكن أتخيلها أو أتوقعها، إن الإنتاجية عالية في مصر بهذه الدرجة، ولدرجة إن احنا في هذا البحث قلنا إن وضع الغابات في مصر حاجة أحادية. ليه يا فندم؟ لأن احنا مصر كانت في نص التسعينات قامت بمشروع عظيم جدا، وهو إنشاء استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في إنشاء الغابات الشجرية. والحقيقة دي كانت فكرة أكثر من ممتازة، لكن مصر ما عندهاش الخبرة في الغابات، احنا ما عندناش غابات طبعا. ولكن احنا حاولنا هنا ان احنا نقوم بإنشاء غابات مستدامة في مصر، وقسنا الإنتاج اللي من الأشجار اللي مزروعة في مصر، ولقينا عندنا كمية الإنتاج الأخشاب أو حجم الأخشاب ونمو الغابات في مصر عالي جدا 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 جدا، اختزال ثاني أكسيد الكربون لم أتخيله أو الزملاء كلهم لم يتخيلوه، وده بسبب بسيط جدا يا فندم. أنت الغابات في العالم كله بتعتمد على مياه الأمطار وهي هذه الغابات لا يحدث فيها تسميد، تعتمد فقط على مياه الأمطار. في مصر كان إحنا مشروع بنستخدم مياه صرف صحي، معناه أنا هنا بقوم بري الغابات نمرة واحد، ونمرة اثنين والتسميد عن طريق المغذيات اللي موجودة في مياه الصرف الصحي زي النيتروجين والفوسفور. وبالتالي حدث شيء غريب جدا، حضرتك الغابات العادية كل الأشجار بتتنافس على الموارد اللي موجودة، الموارد اللي هي الشمس المية والمغذيات. احنا التنافس هنا في مصر بيقل، فما بيحدث التنافس ده فالشجر القوي بيبقى والشجر الضعيف بيموت. اللي حدث عندنا في مصر شيء لطيف جدا، عشان كده أنا بقول إن هي غابات أحادية في العالم، ده أنا عندي الشمس المية الصرف الصحي والمغذيات الموجودة في الصرف الصحي، فعدد الأشجار المتبقية كبير جدا جدا، وبالتالي أنا بختزل ثاني أكسيد الكربون في هذه الأشجار لأن الوفيات لا تحدث بهذه السرعة اللي موجودة في الغابات العادية، وبالتالي أنا عندي اختزال هائل لثاني أكسيد الكربون مثل الغابات الاستوائية والغابات الممطرة أو أعلى. وبالتالي شيء أهم جدا، لأن أحصل على تمويلات كثيرة جدا دولية عشان اختزالي لثاني أكسيد الكربون. وده ممكن يحصل يا دكتور؟ يا فندم ده حدث فعلا، مش ممكن يحدث، ده حدث فعلا، وللأسف ما كانش فيه اهتمام بهذا الموضوع، لكن فخامة الرئيس مهتم جدا بهذا الموضوع، ويعني نتمنى ان هو يتم شيء لإنشاء غابات مستدامة في مصر. موضوع هام جدا، وشايف ان احنا لازم نستفيد منه، وبالتالي او انتاج اخشاب، احنا بننتج اخشاب، انا هقول لحضرتك متوسط اللي احنا حسبناه بعد 25 سنه 165 متر مكعب حجم الاخشاب في للفدان، ده ليس شيء قليل.
والاختزال الهائل لثاني اكسيد الكربون. واحنا لو عملنا برامج صحيحه احنا ممكن نحصل على تمويلات عديده بسعر جيد لثاني اكسيد الكربون يعني. ف وهل في مناطق معينه يراها دكتور هاني انه هي دي اللي تبقى مناسبه لهذا النوع من الزراعه بتاعت الغابات؟ طالما عندي مية صرف صحي اقدر اسعى. اوكي. ده ما فيهاش مشكله، لكن انا كان فكري في بدايه المشروع لانشاء الغابات المستدامه في مصر ان احنا بزراعه مساحات كبيره من الغابات بيتم البخر وبالتالي تتكون السحب. طبعا بعمل دوره مياه تاني. وبالتالي كان الامل اللي احنا نشوف فين المناطق اللي احنا ممكن نزرع فيها على مساحات كبيره عشان تتكون السحب وبالتالي عندي فرصه هائله لسقوط الامطار. واحنا ممكن دي محتاجه الى بعض التحاليل قبل البدايه عشان نسخط الامطار نشوف انه المناطق الافضل في مصر عشان نزرع على مساحات كبيره لسقوط الامطار. طيب انا عشان ما استهلكش وقت كتير انا هسال لما نخلص الحلقه على انواع الشجر اللي ينفع عندنا، لكن لانه حضرتك قلت لي انا عايز اتكلم على الزراعه في مصر. انا عايز اتكلم عن الزراعه في مصر. احنا عندنا نقص في المياه ولابد من حلول لهذا الموضوع. طيب الحلول يا اما انا احلي ماء البحر واخد بال حضرتك ازاي بطرق بعمل ديسالينيشن بالظبط كده ولكن ما زال اسعار الديسالينيشن او تحليه مياه البحر عاليه لكن انا ممكن اتجنب هذا. طيب انا دلوقتي لو عملت لو حليت المياه واستخدمتها في صوب بتقنيات عاليه فانا مش هستخدم ميه كتير قليله جدا ولكن عندي داخل هذه الصوب انتاج عالي جدا فمعناها انا مش هخسر انا هكسب. ميه اقل انتاجيه اعلى. ميه اقل انتاجيه اعلى. وثانيا انا ممكن استخدم ميه البحر مباشره في الزراعه. ازاي؟ يعني احنا ممكن نستخدم تقنيات وحضرتك سمعت عن الاكوابونيك وهو استزراع الاسماك واستزراع الخضروات في نفس الوقت. واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني الفكره بسيطه جدا يا فندم. انا بستزرع اسماك مخرجات الاسماك بعد معالجاتها بدخل هذه المخرجات الى النباتات. والنباتات بتعمل اوت فلترنج يعني بتعمل عمليه استخلاص وفلتره وتنقيه لهذه المغذيات اللي هي محتاجاها. واخد بال حضرتك؟ وبعدين الميه اللي خارجه من النباتات بتروح بنعالجها احنا يعني بنعالج في كل دوره نوعيه الميه عشان تلائم الاسماك او النباتات وبعدين ترجع تاني. ودي ده سايكل يا فندم يعني دي دورة. فأنا المية اللي أنا بستخدمها أولا قليلة جدا هنا دلوقتي بنتج أسماك بحرية عالية القيمة وبعض النباتات بتتحمل الملوحة. واخد بال حضرتك إزاي؟ وبالتالي أنا عندي تقنيات أن أنا أزرع مياه البحر. هنا بقى هام جدا 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 أنا هنا ما بزرعش على بزرع في الحقل المفتوح لكن انا ما بزرعش على التربه على طول انا لازم ازرع هنا في احواض. ليه؟ عشان احمي التربه والمياه الجوفيه من مياه الميه. معناها وده خطا انا شايفه حاليا ان احنا بنتكلم عن نباتات تتحمل الملوحه واجي اروي الارض بمياه فيها ملوحه عاليه فانا بعمل الملوحة دي هتتركز في طبقات أسفل فهتعلي نسب الملوحة في المياه الجوفية هتعلي يا فندم وفي الأرض وبالتالي أنا خسرت الأرض بعد 15 سنين 20 سنة حسب كمية الملوحة
وده طبعا لابد ان احنا ناخد بالنا منه، ان بعض دلوقتي المزارعين بيزرعوا بميه فيها ملوحه لنباتات تتحمل الملوحه، وده شايف ان هو خطا كبير جدا. لابد من حمايه هذه الاراضي، والاستخدام الخاطئ ده ما ينفعش، احنا بندور الاراضي بتاعتنا. فدي بعض الاشياء، عشان كده احنا عايزين ننشئ نماذج عشان الناس تشوف ان هذه الزراعات ناجحة ومربحة، وهنوفر مية كتير، وهنستخدم مياه البحر في هذا. ودي الاشياء اللي انا انصح فيها ان يقام فيها نماذج سريعا عشان الناس تشوف ان ده واقع، ده مش حديث العلماء، ده حديث مبهر يعني. وانا بشكر حضرتك، اصلا دايما بقعد اتذكر انا كنت بتفرج يعني من فتره ما طويله نوعيا قصيره برضو نوعيا على برنامج ستار توك بتاع نيل ديجراس، فطول الوقت وانا احب جدا فعلا ان انا اقعد قدام العلماء واسمع يعني بس اسئله واسمع اجوبه، لانه بحس بكم اثراء للعقل غير طبيعي في حديث العلماء. انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي على الفرصه دي. انا حقيقي اشكر حضرتك للحديث استاذ يوسف، الف الف شكر. انا بشكرك جدا يا دكتور هاني، كل الشكر ليك دكتور هاني الكاتب المستشار او مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الزراعيه. دكتور هاني واحد من ابرز علماء الغابات زي ما حضراتكم عارفين، واستاذ بجامعه ميونخ، بس عالم كبير، عالم مهم. يا بختي حقيقي ان انا قعدت شويه دول مع دكتور هاني، واعتقد برضو يا بختنا جميعا ان احنا تابعنا الحلقه دي. شكرا لحضراتكم مره تانيه، ودقايق يكون موجود معاكم كريم رمزي برنامجه رقم 10. احنا بقى لو كلنا العمر نكون موجودين معاكم في نفس الميعاد بكره ان شاء الله، وبرنامجكم التاسعه. سلامات.